يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى جزء من سورة طويلة، وفي الركعة الثانية سورة من قصار المفصل، وهذا شبه مداوم عليه، فما حكم فعله هذا؟ الأولى أنه يقسم، إذا كانت السورة طويلة يقسمها بين الركعتين، وإذا كانت السورة قصيرة يقرأ في الركعة الثانية سورة أخرى لا بأس، أما إذا كانت طويلة فإنه يقسمها بين الركعتين. نعم.